الشيخ فواز ورجالته. صباح الخير يا هارون. مرحبا يا كنوز. ايش بك؟ حزين على الشقا اللي راح حضر. قلت لك عاود الحفر، المية غايرة في جوف الأرض. والله يا كنوز ابتديت أشك في وجودها. كيف تشك وقدامك أبوي عنده بدل البير 50؟ أبوكي عنده مال ورجال تعينوا على حفر الصحراء كلها. وجدي وأبو جدي إيش كان عندهم لما حفروا أول بير هنا؟ عاود الحفر يا هارون وما تتوقف حتى تطلع المي. أمرك يا كنوز. يلا رجالة هنبدأ. مي مي يا كنوز، مي 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 يا كنوز، مي. مبروك عليك. مبروك علينا كلنا. ابسط يا باشا ابسط، بقالنا بير فيه مي كتير، بقالنا بير فيه مي كتير، وبقالنا بير فيه مي كتير، بقالنا بير فيه مي كتير. ربنا عوض على هارون عوض الصابرين. كيف؟ بيرهم فاضل بالمي وهذا فضل من الله. وهذا بيفرح معروف. بوك الشيخ فواز حفر ديار كتير وقليل، ما فرحتي كيف اليوم؟ هارون مسكين وهذا البير هتيسر حاله، وبعد ما تيسر حاله يتجوز. يتجوز صبية غنية تليق بمركزه ومقامه ويكون اسمها كنوز. يا ريت يا حسنى، يا ريت ربنا يجمع شملكم ويجعلها خضرة تحت رجليكم يا رب. هارون الصعلوك يحفر بيه من غير إذني غرضه يجفف أبياري؟ يا ريت البلوى وقفت عند هذا الحد يا سيدنا. ايش شان يا عواد؟ هارون عامل نده من ندك. نده من ندي؟ نعم، بيحفر أبيار علشان تبقى راسه براسك، وبكرة مين عارف يعمل ايش؟ جايز يتقدم ويطلب القرب منك ويبقى نسيبك. اردم بير هارون وأدبه يا عواد. امرك يا سيدنا. يا البير يا عريس، يا البير يا عريس.
عريس ليلة الدخلي يا قلبي يا عريس ليلة الدخلي والواح عروس عليك دخلي والواح عروس عليك دخلي يا قلبي يا عريس ليلة الدخلي يا قلبي يا عريس ليلة الدخلي والواح عروس عليك دخلي والواح عروس عليك دخلي يا بيزفوا يا ألف النخلة بيزفوا يا ألف النخلة بيرموا النقطة للزوار يا البير يا البير يا البير يا البير يا عريس يا يا البير يا عريس ألف اسم الله يا البير يا عريس ألف اسم الله والواح عروس عليك هلا والواح عروس عليك هلا يا البير يا عريس ألف اسم الله يا البير يا عريس ألف اسم الله والواح عروس عليك هلا والواح عروس عليك هلا يا وقفالوا شيلالوا الجلي وقفالوا شيلالوا الجلي تشربوا وتناولوا صباح تدوار يا البير يا البير يا البير يا البير يا عريس يا الفرحه وضرب الجر للجر الطبل بغني وعالمضمار الفرحه وضرب الجر للجر الطبل بغني وعالمضمار يا البير يا عريس يا البير يا عريس جيبك مليان يا البير يا عريس جيبك مليان والواح عروس افتخترا والواح عروس افتخترا يا البير يا عريس جيبك مليان يا البير يا عريس جيبك مليان والواح عروس افتخترا والواح عروس افتخترا يا وجواهر سرر الرمان وجواهر سرر الرمان والسر جواهر يا مكان يا البير يا البير يا البير يا البير يا عريس يا البير يا عريس فرحة الليلة يا البير يا عريس فرحة الليلة والواح عروس عامل عيلة والواح عروس عامل عيلة يا البير يا عريس فرحة الليلة يا البير يا عريس فرحة الليلة والواح عروس عامل عيلة والواح عروس عامل عيلة يا والنبقى وفارش دول ليلة والنبقى وفارش دول ليلة حليت للسامر والسمار يا البير يا البير يا البير يا البير يا عريس يا احلف يمين الله اني نظرت هارون وهو رافع البندقية على المرحوم سالم وبيطخه بالعيار دافع عن نفسك يا هارون وكيف ادافع عن نفسي وخصمي هو الحكم ايش تقصد رجال الشيخ فواز هم اللي اعتدوا علي وردموا بيري كيف نقول لك دافع عن نفسك تقوم تهين سيدنا وشيخ المجلس وقب الراس في الواحة وايش مصلحة الشيخ فواز بردم بيري أجل ما يظل المالك الوحيد للمي في الواحة وإيش الضرر؟ هو وارثها أبداً عن جد وهذه إرادة الله ولا بد تخضع لها أبداً ربنا ما يرضى إني واحد يملك كل شيء والكل ما يملكه شيء يكفي يا شيخ وبدال ما تبحثوا في المي والأبار ابحثوا في دية الراجل المسكين اللي هدر دمه هارون ولابد يدفع الدية لأهل القتيل دية السالم 500 جنيه ومن كل بد تدفعها يا هارون انا بريء العرف يحتم عليه الدفع الدية العرف يحتم على القاتل وانا ما قتلت حد قتلت سالم بامرك انت رجالك قتلوه وكان قصدهم يقتلوني انا اسمع يا هارون المجلس حكم باهدار دمك انت مطلوب من الواحة وانبقيت فيها بعد غروب شمس اليوم دمك حلال وحياتك ما لها دية هذا ظلم ظلم هذا ظلم ابعدوه اليوم بتهدروا دمي لاني حفرت بير بكرة هتهدروا دم الواحة كلها ابعدوه
خليك هنا يا باشا. عجل، لابد من رحيل. أنا راجع. أمرك لله، والأحسن نروح لمأذون الواحة الخارجة، راجل طيب وصاحبي. وهذا كل منا يا هارون. هيا you
ايش بيك يا ولد؟ مي 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 بق مي بق مي اتشال اتشال اموت مي. جاي من وين ورايح على وين؟ جاي من واحد الغارة وقاصد الخارجة. وليش مريت بطريق هارون؟ طريق هارون؟ صلوا من 19 عام فاضت روح هارون الطاهرة وطلعت السماء تشكي ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. روح الطاهرة اللي بتخدمني من يومها حتى الساعة. الله وعن طريقها بتصل بملوك الجان يقضوا لي حاجاتي. اعمل معروف، خلي ملوك الجان يدلوني على واحة الخارجة. انزل من هنا وغرب. كتر الله خيرك. هارون هارون. ساك عطشان؟ اي والله عطشان يا خي. اشرب. كتر خيرك. اشرب اشرب لك بطة سرقة المي. اشرب حمود. عمران اشرب عمران اشرب يا حرامي. اتركوا يا عمران، حرام عليك. اشرب اتركوا اشرب اتركوا حرام عليك. كيف تتطاول على ستك يا عمران؟ وليش الداخل بيني وبين الراعي؟ المي ما تتحرم على عطشان. امر الشيخ عواد تحرمها. كذاب، وين ما يمنع المي عن الناس؟ عودة للدار. ما هو عودة للدار ومتن القول علي. اشرب يا خي وارتوي. كتر خيرك يا ست. لكن انا ما اقدر اخالف امر الشيخ عواد. الابيار ابيار يا بهيم، ما هي ابيار عواد. ماشي. ربنا يطول عمرك ولا يسيئك في وحدك. اعملي معروف، نجينا من ظلم الشيخ عواد. وكيف انجيكم؟ الشيخ عواد رفع سعر المي، وبعد ما كنا بنروي بربع المحصول ايام المرحوم والدك صار ياخذ تلت المحصول وما هو مستكفي. ما تزعلوا، انا حدبرها معاه واشوف حل يريحكم. ربنا يرضى عنك ويرضيك دنيا واخره. على الله تلاقي لنا حل. عشان ابليس في الجنه. كنوز مسكينه وما تقدر تواجه الشيخ عواد. وايش العمل؟ صبوكم حتى يرجع المهندسين اللي جم وجسوا الارض. المهندسين اللي تركوا كشكهم هناك في الصحراء؟ ايوه. من وين عرفت انهم راجعين يا بوي؟ سمعتهم بيقول العمدة انهم راجعين لاجل يحفروا الابيار ويوزعوا علينا المي من غير تمن. كيف تضربني قدام البنات كلهم؟ نصيحة يا بنتي، لا تتدخلي في امر من امور عواد بعد اليوم. عواد قاسي لا يرحم، وانا خايفة يأذيكي. بوي يأذيني؟ كيف هذا؟ لا تتعجبي، هذه حقيقته. أنا أمك اللي بتعزك وأضرب الأمور منك. خلاص يا أمي. ربنا يسعدك وينورها في وجهك يا زمردة يا بنت كنوز. أنا حعرف كيف أجبها، حعرف كيف أربيها. أجعلها تحترم غيابي قبل حضوري. اداري اداري يا بنتي. أنا حعرف كيف أجبها. لابد نكسر إيدها اللي رفعتها على عمران. وين زمردة؟ ايش حصل منها لا سمح الله؟ كيف تعصى اوامري وتهين عمران؟ كيف؟ روق دمك يا عواد، ما حصل منها شيء. حصل منها اليوم عند العين. حصل مني؟ ايش؟ ما كنت اعرف انها اوامرك، لولا عمران كثر معاي. عمران ما هو غلطان، الغلط عندك وعند بنتك العايدة. ارجع يا عواد، ارجع يا عواد. بعدي ارجع يا عواد. وين هي؟
نفوت غير نرجع بيك حية أو ميتة. عايز منك ايه الراجل ده؟ هاجس مره ده بنت الشيخ عواد شيخ الواحة وهربانة من دارهم. صحيح الكلام ده؟ هما البنات الحلوين بيهربوا من بيتهم؟ بوي كان بده يضربني. بوكي ما بده يضربك، بوكي يريد يقدمك. لازم ترجع البيت يا زمردة. وانت انا متأسف اخينا، ما كنتش اعرف ان الحكاية كده. ها اعمل معروف يا حضرة، ما تخليني اروح الدار لوحدي، انا خايفه من بوي. طيب ما تعيطيش. انا هوصلك بنفسي وهترجى ابوك اني ما ضربتيش. ها انتوا وضبوا الكشك قبل ما ارجع، وانتوا تعالوا معايا اجيب الاكل. يلا زعلانة؟ لا. امال ما بتتكلميش ليه؟ هتكلم اقول ايش؟ اي حاجة. سمعيني صوتك الحلو. وهو صوتي حلو؟ قوي. انت بتعرفي تغني؟ لا، بعرف اناشيد المدرسة. مدرسة؟ اه. انت متعلمة باين عليكي. مع الشهادة الابتدائية. ابتدائية مرة واحدة؟ اه. لا دي حاجة عظيمة خالص. ما هي عظيمة. طب وليه ما كملتيش تعليمك؟ ابوي ما سمح لي. نعم؟ وي ما سمح لي. تعرفي ان عنده حق. كيف؟ لانك جميلة، جميلة اوي. هشام يا زلور على الخشب. يا فندم بتقول ايه؟ بقول من فضلك بطل قلة ادب. الله، انت بتتكلمي زيي اهو. امال بتوخاني معاكي ليه من الصبح؟ طبعا بتكلم زيك، مش كنت في مدرسة عربي معظم المدرسين من مصر؟ ايوه بس كلميني باللهجة اللي بفهمها. حاضر، بس اتحشم. أمرك. أنت زعلت؟ لا. أمال ما بتتكلمش ليه؟ هكلمه ليه؟ أي حاجة، المهم الناس مع صوتك الحلو. اتحشمي يا زولة ورع الخشة. الليل دخل يا حسنى وقلبي خايف ومرعوب، ربنا يستر وما يوريني مكروه فيها. شيخ عواد. السلام عليكم يا شيخ عواد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أنا المهندس أحمد حسن. يا ألف أهلاً ويا ألف مرحبا، شرف. أنا جاي لك في رجاء يا شيخ عواد. رجاك أمر يا سيد، قول. عايزك تسامح زمردة. زمردة؟ وين؟ موجودة. تعال يا زمردة. تعال. تعال. تعال يا ابنيتي. أنا سامحتك إكراما للباش مهندس. وأنا متشكر جدا يا شيخ عواد. أمك مشغولة عليكي، اطلعي طمنيها. حاضر. اتفضل، اتفضل ارتاح يا سيد، لابد تشرب قهوتنا. الله يخليك وما يحرمني منك يا أمي. أظن حضرتك كنت مع المهندسين اللي زارونا من 3 شهور. لا أنا ما كنتش معاهم. أمال كانوا جايين ليش؟ دول جم يحددوا جيوب الميه اللي في جوف الارض. وهل ترى عطروا على مي؟ ايوه دول عطروا على كميات هايله كتير، كميات تكفي لزراعه الاف الابدنه. هذا عظيم. عظيم جدا. وانا جاي عشان اكمل شغلهم.
كيف؟ أحفر الأبيار. وحتحفر كام بير؟ 10 أبيار بصفة مبدئية. وليش كنتم ساكتين على هذا المشروع الكبير؟ كل شيء بأوانه يا شيخ عواد. وكان لازم نعمل دراسات دقيقة قبل ما نبتدي عمليات الحفر. موفقين بإذن الله. ولا بد أعاونك بالعمال والمي والزاد وكل شيء تريد. أنا متشكر متشكر جدا. وتسمح لي دلوقتي بقى أستأذن عشان مستعجل. مع السلامة يا باشا مهندس. الله يسلمك. سلام. حصلتنا البركات. عليكم السلام. مش واقفه كده. ما في حاجه. غرض اقفل الشباك. ها، ولما تقفل الشباك كيف تشوفي الباشمهندس؟ نبي يما الباشمهندس شهم وطيب. ربنا يحميه لشبابه يا بنتي. يا سلام يما، لو كنت شفتيه وهو بيضرب عمران ونازل في ضرب شمال ويمين ويمين وشمال لما خلاه عمل زي الارنب. هذا ذنب الراعي المسكين اللي استقوى عليه عمران في الصباح. قولي لي يا أمي، صحيح أنا جميلة؟ جميلة والله يا بنتي، وزين الصبايا الواحة. لكن إيش اللي خلاك تفكر في هذا؟ أصل الباشمهندس قال كده. اسمع يا بنتي، الجمال من غير عفة ما له وزن ولا قيمة، فهمتي؟ أيوة فهمت يا أمي. ربنا يرزقك بابن الحلال اللي يستر عرضك ويسعدك يا ضناي. وبعدها معك 3 ساعات واكتر وانت قاعد مهموم تفكر. قوم نام ارتاح يا شيخ، الفجر قرب يدن. كيف ارتاح يا عمران والمهندس جاي يحفر ابيار ويوزع المي من غير فلوس؟ هذا خراب والله، هذا خراب. وكيف بتوعده بالمعاونة مال؟ لازم نطمنه لد ما ياخذ منا اخوانه. اتركني عليه يا سيدنا، وانا خليه يفر من الواحة ما يرجع لها تاني. اتصرف معاه يا عمران ولك ما تريد. مهما كان عزيز عليك انت ما يغلى عليك شيء يا عمران. طيب جوزني اسمرودة. الفجر ورانا ورانا، هو حصر الدم كمان. انا هكتب لك على دواء يفيدك، انما بس تاكل كويس وتبر نفسك. منين عادي يا ابوي؟ شدوا حيلكم يا رجاله، عايزين نخلص من داهيه الماسوره ديت. مبروك يا باشمهندس، بدايه زين. انا متشكر قوي يا شيخ عواد، ومقدر مجهوداتك معايا. انا ما عملت شيء. ازاي بقى؟ انت قدمت لنا العمال والميه وقدمت لنا كل الوسائل. انا في خدمتك يا باشمهندس، واتمنى لك التوفيق باذن الله. متشكر. عن اذنك. كده من غير ما تشرب القهوه؟ نشرب الشربات يوم ما تتفجر المي من البير. ان شاء الله. مع السلامه. ايوه. همه يا رجاله همه. والله عايزين نخلص بقى من داهيه الماسوره زي ما قلت لكم. ان شاء الله يا باشمهندس. Thank you.
البرج ده عشان ايه؟ دي بقى البريمة اللي هنحفر بيها البير. على فكرة انا هسمي اول بير باسمك. يعني ما عندكش اسم احسن منه؟ لا عندي، ولا هيكون عندي اجمل من اسمك. يا باشمهندس اسمح من فضلك. تحت امرك. معظم عمالك عندهم فقر دم شديد قوي. من الفقر اللي هم عايشين فيه مساكين. طب همتك يا اخي خليهم يزرعوا وياكلوا وتحسن صحتهم. ربنا يسهل. وعلى فكره انا خايف عليك انت كمان. ليه؟ باين عليك داخل في مغامره غراميه حاده. يا راجل حرام عليك. خلي بالك من تقاليد الواحه، ما تنساش ان الحبيبه بنت شيخ الواحه. ايوه انا قصدي شريف. اطلع يا باشمهندس. بشرفي دي اول مره اشعر فيها بعد فصبة. اللعنة اللعنة، الموت والخراب والدمار لكل من يتحدى الجن ويحفر البيار. اسمعوا كلكم، انا مندوب جن سليمان وجايب لكم انذار من ملوك الجان. تبطلوا حفر وترجعوا دياركم، والا يحصل لكم اللي حصل لجناوي. بطل خرافات يا دجال وامشي من هنا. يلا هذا ولي من اولياء الله صالحين، ما يصح تطرده يا باشمهندس. ده مش عاوز. كفايه يا باشمهندس، لا تسب الراجل الطيب. الله 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 حي. طب يلا اتفضل على شغلكم. حي الله حي. يلا اتفضل على شغلكم. الله حي الله حي. يلا تهوى. حي الله حي الله حي. نحن راجعين وما في شغل بعد اليوم. الله حي. يلا يا رجاله يلا يلا. الله حي الله حي الله حي الله حي. هناري تعال شيل معايا. لا طب ولا اطباء، ملوك الجان وجن سليمان وروح هارون صاحب الشان. هارون هارون. حظك زين وكل شيء نفسك فيه حتشوفيه. والنبي صحيح؟ ايوه صحيح. كتر الف خيرك يا حسنى وان شاء الله لك الحلاوه. مالك يا حسنى؟ ضربت الوضع اليوم للزمرد ده. وايش رأيتي فيه؟ بحر من الدم في طريقة هي والباشمهندس. يكفى خرافات. مبروك يا حسنى. وضعي ما يكذب. وديكي شفتي كيف انقتل هارون لما ضربت له الودع ولقيت طريق الدم في سكته. لابد عواد بيدبر الشر للباشمهندس. عجبتك الشكر يا ابوي؟ أنا اللي طبخها بإيدي. والله يا بنيتي مليحة لكن أنا مالي شهية. كيف مالك شهية؟ وأنت تخلص على الصينية بحالها. والله مهموم وبالي تايه. ليش يا أبو؟ لعنة الشيخ مبروك حلت على الواحة وناسها. لساك بتآمن بهذا المجنون؟ وكيف ما آمن بيه وهو بيسخر الجن والأرواح؟ قصدك بيسخر روح هارون؟ ايش عمل الشيخ مبروك يا ابوي؟ لعنته حلت على معسكر الباش مهندس واثنين من رجالته وقعوا من طولهم طبوا ساكتين. زمردة ايش بيكي؟ اترعبت من كلامك عن الجن. هه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 ه
لي تفكير في الخرافات دي. ولازم تفهمي ان ملهاش اي تأثير على المشروع الكبير اللي انا جاي انفذه. بس انا خايف عليك من الشيخ مبروك. وانا خايف من حاجة تانية. ايه هي؟ خايف من عينيك الحلوين دول. انا مروح. الله استني. اسمعي. نعم. بقى تضيع الوقت في الكلام عن الشيخ مبروك وخرافاته وتحرميني من كلامك الحلو دوت وبعدين عايزة تروحي. بس انا اتأخرت قوي. انا عايز اتكلم معاكي. عن ايه؟ زي اي شاب ما بيكلم بنت بتعجبه. الشبان والبنات في الواحة ما بيتكلموش غير عن المية والصحراء. لا 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 لا، احنا في مصر بنتكلم عن حاجات تانية كتير. زي ايه؟ تعالي اقول لك. تعالي. طيب. اول الشاب ما يشوف بنت وتعجبه بينظر لها نظرة اعجاب شديد عشان يلفت نظرها. وبعد ما يلفت نظرها يبتسم لها. وبعدين؟ يحييها. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. وبعدين يمسك ايدها وينجيها. طب سيب ايدي. لا، ما انا لو سبتها مش هعرف اكمل. طب كمل. كمل. من غير زعل؟ لا. طيب. خلاص. متأسف، سامحني. لازم تصلحها عشان اسامحك. واصلحها ازاي؟ اقول لك ازاي. بوسي مطرح الألم. بس يعني. من غير بس، بوسي. طب حط ايدك ورا ظهرك. طيب ايدي ورا ظهرك. ابوسي. اوعى سيب ايدي. يلا سيب ايدي. زمردة، عودي حالا للدار. ماشي. ايش هذا يا باشمهندس؟ انت ناسي انك في واحه لها تجلتها وعرفها؟ لا مش ناسي، واحب اكد لك ان انا غرض الشريف وعايز اتجوزها. انت غريب عن الدار والاهل، والبنت الوحية لابد تتجوز واحد. يعني لا تفكر في هالموضوع، لا تجر علينا وعلى نفسك المصايب. مصايب ايه لا سمح الله؟ ومن كل بد تبطل حفر وترحل عن الوح. هدي نفسك يا بنتي، امك تهزك وما ترد لك الا الخير. كيف تسمحي للباشمهندس يبوسك؟ انا ما سمحت له، هو اللي. ما تشوفيه ولا تقبليه بعد اليوم. ليش غيرت رايك فيه يما؟ نفذ اللي بقول لك عليه، احسن ما حتفوت لك على خير. ما بقدر انفذ بقولك يما، ما بقدر. زمردة يا بنتي، انت بتلعبي بالنار. اعذريني يما، من يوم ما شفته وصرت ملازماني ليل نهار، كل ما اغمض عيني لاجل ما اشوفها الاقيها قدامي. ما انت خايفه عواد يقتلك؟ عارفه يما عارفه، لكن ماني قادره احش روحي. قولي لي يما، هو ده الحب؟ ما شعرتي بهذا لما شفتي ابوي؟ اسكتي اسكتي. ليش قاسية علي اليوم؟ هي كلمة، لا تحاولي تشوفي الباشمهندس تاني ولا تخرجي من الدار الا معي. والله حرام يا ستي حرام. خايفة يا حسن، خايفة تتكرر المصيبة. عواد بده يقتل الباش مهندس ويعيد قصة هارون من تاني. أحسنت يا شيخ مبروك، عمال الباش مهندس خالت عليهم وصدقوا قولك. لا، اللي جاي أقوى. كيف؟ أنا حكتب له بالجنان وتشتيت العقل. ومستني إيش؟ مستني ثمن البخور. ها. سلام عليكم. استنى يا شيخ، فهمني، إيش عملت لجناوي وزميلة تاني؟ لا لا لا،
هذه أسرار ما يصح قولها. حتى على حبيبك عواد؟ نقول الأسرار ونستسمح الأسياد. دستوركم دستوركم. أنا حطيت عشبة مسموم في المي اللي بيشرب منها العمال. استغفر الله استغفر الله. الله. همة يا رجالة همة، خد بالك من الماسورة. على الله باشمهندس. يلا إن شاء الله. السلام عليكم. سلام. المخرف ده بيحاول يوقف مشروع الحفر بكلام فارغ ملوش اصل. اسمع يا باشمهندس، انت هنا في مجتمع بدائي، وبدل ما تستعمل عضلاتك استعمل ذكائك. ايوه ده بس زودك خالص. لازم تفهم ان ايمان الاهالي بالشيخ مبروك اكتر من ايمانهم باي حاجه تانية. طب وبعدين؟ فكر في طريقه تانية تعاملهم بيها علشان تنتصر على مبروك. وهو كذلك. شكرا يا حضرة الضابط. تعالي قولي لي طمنيني اخباره ايه؟ راح يرحل اليوم ويترك الواح. يرحل قبل ما اشوفه؟ اركبوا قوام يا رجال، اعملكم اما شوي قوام يا راجل تهو. خلاص يا باشمهندس، كل ركب هناك دلوقتي. شكرا. يعلم الله انا سويت المستحيل مع العمال علشان يعاودوا الحفر من جديد. ما امكن. انا مقدر تعبك معايا يا شيخ عواد من اول لحظه جيت فيها الواحد، مع اني عرضت على كل واحد 6 ريال في اليوم. معلش، شوف وشك بخير بقى. مع السلامه يا باشمهندس.
تعالي تعالي. الحمد لله اللي انت جيتي. انا حاولت قبلك قبل ما اسيب الواحه ما عرفتش. يعني كان لازم تتحدى الشيخ مبروك؟ قصدك الشيخ جال؟ اه فرق بينا كويس كده. اقعدي اسمعي يا زمرده. نعم. الراجل ده مش هو اللي بيحاربني، ده اله في ايد شخصيه اقوى منه. مين؟ قولي لي يا ابله، انت بتثقي فيا؟ طبعا. امك هي اللي بتحاربني. امي؟ مش ممكن يا احمد، مش ممكن. هي دي الحقيقه مع الاسف. مش معقول يا احمد، مش معقول. امك بتكرهني عشان مشروع الابار اللي هيقضي على برها والمكسب اللي بتكسبه منها. لا يا احمد لا، امي عمرها ما اهتمت بالفلوس. انا متاكد من اللي بقوله. ازاي يا احمد؟ هي مش منعتك تقابليني؟ حصل بس هي مش سبق انها هددتني بالاذيه لو ما كنتش اسيب الواحه وبطل الحفر. ما تزعليش، انا راجع راجع قريب قوي وهطلبك من ابوكي. ده صاحبي ومش ممكن يرفض لي طلب ابدا. صحيح يا احمد صحيح. ايوه ده بس سر بيني وبينك، وارجوكي ما تجيبيش سر لحد. ما تخافش مش هقول لحد. احمد احمد أكلمك في موضوع زمردة. مالها بنتي؟ اليوم خطبها عريس مليح. مين؟ عمران. عمران؟ عريس تتمناه كل بنات الواحة. لا حسب ولا نسب ولا حتى أدب، كيف تريد تتجوز البنت؟ أنا وعدته انتهى كل شيء. اسحب وعدك ولا تتعب نفسك، بنتي ما تقبل. تقبلوا ولا ما تقبلوا لابد نجوزها لعمران، فاهمة؟ خاف الله يا عواد، 19 عام عشتهم وياك وانا كرهك، لا اتصورك ولا اقبلك، كيف تريد البنت العذاب والشقا مثلي؟ انا ما عندي مانع نجوزها اللي هي رايداه، بس دليني عليه. ادلك عليه بعد ما ترك الواحه؟ مين هو؟ الباش مهندس. ايش؟ زمردة تعملك ده؟ بنتي؟ زمردة ما هي بنتك، وما لك حق تتحكم فيها. تحسبيني عبيط ولا أهبل؟ أنا عارف كل شيء، وما يهمني إذا كانت زمردة بنتي ولا بنت هارون. اسمعي يا كنوز، أنا مستعد أسحب وعد اللي عطيته لعمران، ومستعد أعطيك حريتك اللي انتي رايداها من زمان، لكن على شرط. إيش هو؟ تتنازلي عن أبيارك كلها. ايش؟ تفضلي أبيارك على سعادة بنتك ولا مستطراها على عواد؟ أنا اللي حميت شرفك وشرف بنتك 19 عام. موافقة. اختم هنا. على ورقة بيضة؟ اختمي. حاضر. ما تشوف خير. عمران اشرب القهوة يا ولدي.
بريد اشرب شربات. كل شيء تحت امرك. نقرا فتحة زمردة. نقرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا قوة الله. ايش هذا؟ تلت المحصول يا سيدنا. ما يكفي. كيف ما يكفي؟ انا رفعت سعر المي ولازم تسلمني تلتين المحصول يا ابو حسين. ليش يا شيخ عواد؟ من وين ناكل احنا واولادنا لما تاخذ انت تلتين المحصول؟ الميه شحيحه وغاليه، وطبعا شفتم باشمهندس الحكومه قاعد يعافر قديش، وفي الاخر تعب وما طلع مي. حق همكر وبنكر وجن سليمان الاحمر طبعا عواد سعر المي وما تشطر. يا عالم حرام عليكم، نحن بنشكي ونتعب طول السنه. اقطع المي عن ارضه يا عمران. راقب ربنا يا عواد. هون من لك لك يوم يا ظالم يا مفتري. هون من هنا. انا رفعت سعر المي، موافقين ولا ايش؟ كان على البال يرجعوا معهم ماله. لابد نعمل شيء. كده كده. انا غلطك في الشباك. طب اقفل الشباك. قفلت الشباك. انزل. اهلا يا شيخ عواد. اهلا بيك يا باشا مهندس، شرفت الواحة. اهلا اهلا. شكد خالص. انا جاي نقول لك اني تحت امرك ومستعد للمعاونه من تاني. كتر خيرك، انا المره دي مش هتعبك معايا لان انا عامل احتياطي لكل شيء. وليش تعبك راحه يا باشا مهندس، ولو اني زعلان منك. ليه بقى؟ تسمح. خير. ما كنت اريد افاتحك في هالموضوع، لكن العشم اللي بيننا دافعني للكلام. قول يا شيخ عواد، قول. انت اللي تقول وتصارحني، واعلم ان ما في سر يخفى علي. في الحقيقه انا كنت عايز اطلبها منك لكن الظروف ما كانتش تمام. انا يشرفني انك تكون زوج البنت يا باشا مهندس. يعني موافق؟ مبروك. عمران. ايش؟ بارك للباشا مهندس خطب زمرده. مبروك يا باشا مهندس. اتفضل يا باشا مهندس. اتفضل شوف شغلك. كيف توافق على جوازه من زمرده؟ لابد اكسبه في صفي ما دام حيفجر المي. وني؟ وايش اعمل لك؟ الباشا مهندس هو الحجر اللي بيني وبينك. الليله حدشتش الحجر. وبعد العشاء حيكون عندك خبره. مساء الخير يا بنتي. خير. ايه زعلانة مني؟ وازعل منك ليش؟ منعتك تشوف الباشمهندس. وليش اشوفه؟ قلبك يريده. اطمني، ما بقبله. ليه اشتغلتي نفسك وتنكري حبك؟ انا ما حبيته وما بريد احبه. وما تريدي تتجوز الباشمهندس؟ الباشمهندس غريب عن الواحة وما في داعي نفكر فيه. عوافي عليك. الله يعافيك. اريد اقابل الباشا مهندس احمد. تفضلي.
الست كنوز عاوزة حضرتك. يا فين؟ منتظرة برا. خليها تدخل. اتفضلي. اياك عايزاني اسيب الواحة تاني؟ نعم لابد ترحل. متاسف. اعمل معروف، ضحي لاجل زمردة ان كنت تحبها. صحيح. وليه ما تضحيش انت وبطلي طمعك؟ هبطل ايش؟ ايوه طمعك هو السبب في تعاستنا. ايش هذا الكلام؟ عمالة تحاربيني وبتعطلي في مشروعي. انا ولا عواد؟ عواد بيساعدنا. عواد هو اللي بيحاربك، هو اللي وزي الشيخ مبروك يحط لك العشب المسموم في المي. مش معقول. معقول يا باش مهندس. عواد طول عمره يجري ورا الابيار، اتجوزني وعذبني والاخر خلاني اتنزلت له عنها نظير طلاقي وجوازك من زمردة. عواد؟ ايوه عواد. لسه موافق على جوازي من زمردة النهارده الصبح؟ اسمع مني يا باش مهندس، عواد خبيث ولابد بيدبر لك الشر. وعايزين اعمل ايه؟ ارحل عن الواحد وخذ بنتي معك وربنا يهنيك. مستحيل اسيب المشروع. لقياك يوم موتك. كنوز انت بخير يا هارون؟ ربك رحيم. اول مره صابني عواد افتكر اني مت، وبعدها لجتني راجل طيب دوى جروحي ورحلني على اسيوط. وكنت فين من زمان؟ عشت في اسيوط، ولما طلبوا عمال يحفروا الابيار جيت مع المهندس. لابد الناس تعرف حقيقته وتعرف انها بنتي. وايش حيكون حالها وهي تعرف ان عواد ابوها؟ كلب، لابد اخلص عليه. اسمع يا هارون، انت دمك مهدور صحيح؟ مهدور ظلم، ايام الظلم، لكن انا خلاص رجعت الواحة ومفيش حد يقدر يطردني منها. معلش ما تضايقش نفسك، أنا هتصرف في الموضوع ده. صدقت يا باشمهندس؟ أنا ما كنتش قصدك. طب امشي. امشي جرب. يكون في معلومك يا باشمهندس إن عمران كان يقصدك أنت. أنا صدقتك وهتصرف أنا في الموضوع ده. بس أرجوك تساعديني أدخل هارون جوه لغاية لما يجي الدكتور يشوفه. هوصيك يا دكتور على هارون، ده دراعي اليمين في الشغل. اطمئن. انت جاي ليه يا عواد؟ ده خلاص انكشفت لعبتك. لعبة ايش يا باشمهندس؟ انا جاي استلم هارون.
تستلم هارون بأي حق؟ الحق اللي أصدره المجلس العرفي من 19 عام. لا يا عواد، عمران كان عاوز يقتلني أنا وأنت اللي محرضه. غير صحيح يا باشمهندس. اسمع، على العموم إذا قتلني في غيري آلاف هيجوا ينفذوا المشروع من بعدي. وليش بتهرب من موضوعنا الأصلي؟ إحنا طالبين المهدور دمك. هارون في حمايتي ومحدش هيقدر يمس بسوق. وما رد عندي ومش ممكن تضروه. وحكم المجلس العرفي. أنا ما يهمنيش المجلس العرفي. إيش؟ وإحنا لازم ننفذ الحكم. هدوا. الشكل ده هيعرض نفسه للخطر. يا بنتي مين هذا؟ ليش تعرض روحك للهلاك وتيجي هنا؟ كان غلط اشوف بنتي بيعمل الموت. عمرك يطول يا قلبي. فتشوا الديار كلها، لابد تلاقوه وتخلصوا عليه. ليش هالغلبة يا ابو؟ امك، امك هي السبب. امي زمردة، تعالي يا بنيتي اقعدي. زمردة، آن الأوان يا بنيتي حتى تعرفي حقيقة أمك. مالها أمي؟ أمك كانت عشيقة راجل اسمه هارون. المجلس العرفي حكم برجمها وإهدار دم عشيقها، لكني أشفقت عليها وقبلت أصون عرضها. عقدت عليها وصارت زوجتي. أنا الشريف عواد. ولما رجع الواحة واتصل بأمك الناس حبت تقتله، لكن الباشا مهندس حماه منهم وما رضي يسلمه. خاف الله يا كذاب يا ضلالي، ما تصدق اللي قالولي. يكفى، لا تحاولي خداعي. وقول البوي المسكين وين خبيت عشيقك؟ اغسل عارك يا ابوي، اغسل عارك. عوالي كنت عاوز تقتله يا عواد؟ انا بنفذ حكم المجلس العرفي. احكام المجلس العرفي انتهت، الواحد بيحكمها قانون العقوبات. قانون العقوبات يدينا الحق في قتله دفاعا عن الشرف.
دخل بيتي بدون اذني وتهجم على حريمي. بطل كلام فارغ يا عواد، وياك تحاول مرة تانية تخرج على القانون. تفضلي اخرجي وهي عشيقك يا خاينة، لا تقعدي في الدار بعد اليوم. تعالي معنا يا بنتي. اجي معك حتى اساعدك في عشقه. والله حتبكي بدل الدموع دم لما تعرف الحقيقة. زمردة حبيبتي. متأسفة أوي اللي تعبتك معانا. كيف يا باش مهندس؟ ده المشروع مشروعنا وكلنا بندعي لك، الله يوفقك ويساعدك. متشكر. إيه زي الحال يا هارون؟ عادي يا باش مهندس، ودينا بنتقدم رغم اللي بيعمله عواد. بيعمل إيه؟ بيحفر بير في الواطي لأجل ما يسحب المي ويعطل ظهورها عندنا. كلام فارغ. احنا بنحفر على عمق 700 متر ومهما عمل مش هيأثر علينا. هموا ما قدتوا، لابد نسحب منهم المي. جن سليمان يساعدكم وعلى سحب المي يعاونكم. الله بعيد عني. مبروك يا جماعه مبروك. مش باين عليك فرحانه يعني؟ زعلانه على فراق زمردة. ولا تزعلي، انا هروح لها بنفسي. لا ما تروح، انا اللي هروح. مش هنسمع منك، لازم اروح لها انا. تهربي مني؟ واهرب منك ليه؟ نسيتي اللي بيني وبينك؟ هو بيني وبينك حاجة؟
لازم تفهم ان كرامتك بيفوق كل شيء. امك بريئه يا زمرده. انا ماليش ام. لو عرفت الحقيقه هتقدسيها وهتحتقري عواد. ازاي تتكلم كده على ابوي؟ عواد مش ابوكي. بتقول ايه؟ ابوك الحقيقي هارون. مش معقول. لا ابدا. كذب كذب. هي دي الحقيقه. كذب كذب. عواد اتجوز امك طمع في اموالها بعد ما طلقت من هارون. كذب كذب كذب. ابوك الحقيقي هارون. ابوك الحقيقي هارون. ابوك الحقيقي هارون. لابد من قتل الباشمهندس. لابد من قتله في الحال. كيف تقتلوا قانون العقوبات هو اللي بيحكم الواحد. أطخه ساعة ما يحتفلوا بالمي ويطلق النار يحسبوها رصاصة طايشة. هتخلينا صدق اللي قالوه يا ابوي. ارجع. قالوا عني ايش؟ اني اتجوزت امك طمعان في ديارها؟ اني حاربت الباشمهندس؟ كل هذا ما يهمني يا ابوي طول ما سمعتك من صالح. وقالوا ايش تاني؟ اتكلمي. قالوا انك اني انك بنت هارون. اطمن يا ابوي انا ما صدقت قولهم. لكنها الحقيقة. انت بنت هارون. بعد عن طريقي. يستحيل اطرفك تقتله وتحطم حياتي زي ما حطمت حياة امي المسكينة. عمران كتفها ما تسمع لها بخوك. جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. صدق الله العظيم. ملكة كنوز عواجب. خايف تكون راحت لعواد عشان تطمن على زمردة. وين بنتي؟ بخير. اتفضل. بدي اشوفها. ادخلي شوفيها. الحقي يا امي. Thank you.
فلوس. أمي 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 حبيبتي سامحيني أمي أمي. الحمد لله اللي ربنا جمعكم على بعض. أنت بخير يا كنوز. وهكذا انتصرت إرادة الحياة وأشرق على الصحراء فجر جديد، فجر جديد حول الأرض البرداء الموحشة إلى جنة خضراء. وهكذا انتصرت الحياة بعد أن ضحت كنوز بالحياة وقدمت دمها ثمنا لهذا الانتصار.